تتفاقم هنا المعاناة وتتعالى المطالب لتصل هذه المرة إلى اسطوانة الغاز السائل التي تباع بأسعار متفاوتة وتتسبب بأزمات بين فترة وأخرى. هذا ما يبيع مفرد، يبيع جملة لأبو وكيل ثاني ما عنده إجازة ولا عنده وكالة، والثاني يبيع الوكيل ثالث، ثاني يبيع الوكيل ثالث، فتصل للمواطن قنينة الغاز من 10,000 إلى 11,000 إلى 12,000 توصل بالأزمات وما مستمر الغاز. من وكيل إلى آخر ومن موزع إلى سوق السوداء، هكذا بات يباع الغاز السائل في مدينة الموصل رغم تحذيرات السلطات المحلية وتحديدها لأسعار البيع، لكن الكثير من البائعين لا يلتزمون بذلك. سعر القنينة ب5,000 دينار، تمام؟ ما يطلع يفتر حتى يبيعها للمواطن بسعر 6,000 أو 7,000 دينار، يبيعها للدوار، الدوار مش قد يبيعها، يبيعها ب8,000، 8,000 ونص أو 9,000، يبيعوها للمواطن ب10، ب11,000. زين احنا من الناشد؟ الناشد منه؟ إذا هي احنا المواطنين ناس ناكل ناس. زين كيف يعني وين نروح؟ الغاز ماكو خلاص، يعني يفترون يبيعون ب12 أو ب10 وغاز ماكو، يعني يفتر المتجول ماكو رقابة عليه. رغم تحديد الأسعار من منافذ المعامل الرئيسية والسلطات المحلية، إلا أن التفرد بالبيع واحتكاره من قبل الباعة المتجولين بات يسبب عبئا آخر على السكان المحليين. عمر أزيدوان نيوز الموصل.